بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوات اللي كنت سبق لي وقدمت لكم العدس على الطريقه المغربيه بالخضر، وطلبوا مني الاخوات انني نعاود نزل اللوبيا، يعني اللوبيا البيضاء اللي تنعرفوا حنايا، او الفاصوليا ان شاء الله. اليوم نقترح لكم طريقتي اللي كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. الى عجبكم اخواتي ما تنسوش تديروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للطبق ديال اللوبيا نتجو على بركه الله، عندي 500 غرام ديال اللوبيا. ديما تنقول القطنيه خاصها تبات ليله كامله في الماء، الا ما بيتوش ليله كامله في الماء حاولوا تنقعوها واحد ساعتين في الماء مغلي. عندنا واحد 3 حبات ديال المطيشة اللي انا طحنتهم، يمكن لكم تحكوهم. عندي حبات ديال البصله طحنتها مع 4 دروس ديال الثومه. عندي قزبر ومعدنوس مخلطين. عندي نص حامضه صغيره، الابزار، الملحه، زيت الزيتون. عندنا هنا معلقه ديال التحميره، وعندي ربع معلقه ديال القرفه. غادي تقولوا القرفه في اللوبيا، نقول لكم جربوها وردوا عليا الخبر. يعني السر ديال القرفه، السر ديال اللوبيا هو في هذه القرفه هذه، كتجي مده بواحد الشكل اللي هو عجيب. ان شاء الله غادي تجربوها وكنقلت لكم غتردوا عليا الخبر. عندي معلقه ديال خرقوم بلدي، ربع معلقه ديال سكينجبير. عندي هنايا واحد المعلقه صغيره مخلطه ما بين قزبر يابس مطحون والكمون، وريقات ديال الرمد كيف ما كتلاحظوا. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. بعد قبل ما ندوزو للطريقه ديال التحضير، الا كانت عندكم فلفله حمراء حاولوا تشويوها، قطعوها مكعبات صغيره وضيفوها، كتجي حتى هي ملذة اكثر. انا ما متوفرش عندي، عندي غير الخضراء، ضروري ما تكون الحمراء. الحمراء يعني كتجي رائعه جدا مع اللوبيا. هنا كناخذ واحد الطنجره كنديروا فيها زيت الزيتون. طبيعه الحال ديما زيت الزيتون كنخليو الطنجره حتى كتسخن، عاد كنضيفو زيت الزيتون، لان زيت الزيتون ما خاصهاش تسخن. ملي كتسخن الطنجره كنضيفو زيت الزيتون، تنديرو البصله والثومه ودوك الوريقات ديال الرمل. دابا غادي نضيف على بركه الله من بعد ما تشحرات غادي نضيف مطيشه. بسم الله. بالنسبه قلت لكم ثلاث حبات ديال المطيشه، وانا ضفت لهم واحد المعلقه ديال صغيره ديال مركز الطماطم، نسيت ما قلتش لكم في الاول. هنا غادي نحاولوا نضيفوا التوابل اللي عندنا. قلنا عندنا شويه ديال الخرقوم وسكينجبير، عندنا التحميره والقرفه، شويه ديال الابزار، بطبيعة الحال الملحه غادي ندير غير واحد القبيصه دابا، واحد شويه حتى كنطيب. ندير النص ديال القزبر ومعدنوس اللي عندنا، والبقيه حتى لواحد ثلاث واحد 5 دقائق قبل ما تطفي عليها، عاد غادي نضيف البقيه اللي باقي عندي. الكمون نفس الشيء، الكمون ديما حتى كنبغي نطفي عليه عاد غادي نضيف. دابا غادي نخلط وغادي نحاول نضيف اللوبيا. هنا كما كتلاحظوا معايا اللوبيا راني رقدتها ليله كلها، خويت عليها الماء مغلي وخليتها ليله كامله، وهي حتى وكان ترطابت مزيان باش ما تاخذش ليا الوقت في الطياب وتتجي مزيانه. ومفريزوزا ما تتفتحش لينا، كتبقى اللوبيا هي اللوبيا. ما تت كاين بعض الاخوات اللي تتعجل ليهم اللوبيا تيكثروا لها الطياب وكتفتح ليهم. نحاول نقليها واحد شويه. صافي غادي نضيف هذاك نص حامضه اللي عندي وغادي نمرق وغادي نسد عليها ونخليها تطيب. هنا كما كتلاحظوا تنحاولوا نمرقوا، انا غادي نضيف مازال شويه ديال الماء لان نعطيوها القياس فاش تطيب، يعني واحد نص كيلو تاخذ لينا تقريبا واحد 2 لتر ديال الماء. غادي نضيف دابا هذاك نص حامضه، هاد الحامض سواء في العدس ولا في القطنيه، يعني كما بغا يكون ديالها تيسرع الهضم ديال اللوبيا. يعني بعض الناس كان نسي ياكلوا اللوبيا تجيهم شويه ثقيله، كتبقى عندهم مشاكل ديال لي غاز وهكا، وانما الحامض تيقوني، الحامض كيعطي واحد اللذه للوبيا وتيسرع لينا الهضم ديال هاد اللوبيا هادي ولا القطنيه بصفه عامه. غادي نسد عليها، نضيف واحد شويه ديال الماء، غادي نسد عليها ونخليها تطيب على خاطرها. غادي في الاول تكون كوكو يعني العافيه مجهده، غادي تبدا تصفى الكوكو نخليها تطيب على خاطرها. دي معايا واحد 40 حتى 45 دقيقه صافي وتنقدمها. قبل ما نطفي عليها غادي نزيد لها الكمون، وغادي نزيد لها واحد خويه تاع زيت الزيتون، وإلا اللي كاين اللي تيبغي الحار يضيف ليها الحار، يضيف لها واحد الفلفله حاره. الطبق ديالنا كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما طاب، قلنا ملي كنقفلوا عليها كنخليوها واحد 45 دقيقه تو كطيب، يعني 40 45 سيده ديما تربى لها 45 دقيقه على عافيه مهيله. ما كانت عافيه مجهده فردوا معاها البال، انا غير كطيب.
من كطيب فتنزول نحل عليها تندير لها شويه ديال الكمون واحد الخويه تاع زيت الزيتون طبيعه الحال كنذوق شويه ديال الملحه والابزار الا كانت ناقصه كنزيدوها وتنقدموا البلاط ديالنا انايا ضفت واحد الفلفله حاره حتى الاخر باش ما تلقش لكم الحروره حتى الاخر يعني واحد 5 دقائق قبل ما تقفلوا عليها ضيفوا هاد الحاره طبيعه الحال كتبقى اختياريه يعني كيبقى واحد الطبق من بين الاطباق اللي هي كت يعني كيكون عندها واحد بزاف الاخر يعني دابا في فصل الشتاء عاد كتعرفوا البرد يعني ضروري من اللوبيا مره في السيمانه قلنا ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم عجبتكم اخواتي تسجلوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد الى حلقه مقبله بحول الله.